دير بريزيدنت، سيادة الرئيس، في أخبار مؤكدة إن الإخوان المسلمين بيدبروا مؤامرة لاغتيالك في مؤتمر بندونج. مش لازم تروح مؤتمر بندونج، ممكن تبعت ممثل عن مصر. دي نصيحة أصدقاء. أنا متشكر ليك قوي يا عزيزي كيرمت روزفلد على النصيحة، ومتشكر لأصدقائنا في أمريكا. مستر بريزيدنت، I didn't have any answer. شكرا مستر روزفلد. Okay, thank you. المخابرات الأمريكية أكيد أخبارها صحيحة يا جمال. أنا مستعد أروح بدالك أو أي حد مننا يروح. أنا حسافر يا عبد الحكيم حتى لو الكلام حقيقي، لكن اللي أنا متأكد منه إن أمريكا مش عايزاني أسافر، منزعجين من حكاية عدم الانحياز دي. أنا حسافر وحمنع إسرائيل من حضور المؤتمر. لكن إسرائيل راح لها دعوة رسمية لحضور المؤتمر. غلطة ولازم تتصحح. أنا رايح طبعا، مش هينفع أحضر مؤتمر وفي وفد إسرائيلي. أنا بعت لرئيس وزراء بورما راعي المؤتمر، قلت له لو إسرائيل قبلت قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة، العرب كلهم مش هدايقهم أن أنا أحضر في وجود وفد إسرائيلي. طبعا انا متاكد ان اسرائيل مش هتقبل قرار التقسيم. تمام يا فندم، رساله عاجله من رئيس وزراء بورما. زي ما حسبتها بالظبط يا عبد الحكيم، اسرائيل رفضت قرار التقسيم وارنو سحب دعوتها للمؤتمر. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا سيد عبد العال. اهلا سياده الضابط. خلي حضرتك مستريح. اتفضل. اهلا بيك. يا ترى حضرتك مرتاح هنا في مصحه المزه؟ الحمد لله على كل شيء يا امين بي. انا عايز اشكرك، وانا عشمان انك كفايه مساعده لغايه كده. انا اخشى انهم يضموك معايا في الاتهام بتاع تدبير مؤامره قلب نظام الحكم دي. يا سيد عبد العال، القضية فعلا كبيرة وصعبة، لكن بإذن الله ربنا حيظهر الحق. أنا عمري ما شكيت في وطنيتك وإخلاصك، ومبادئي هي اللي بتحركني. يا ترى الجرايد بتوصلك بانتظام؟ مش مهم الانتظام، المهم إنها بتوصل وخلاص. أمين يا ابني، أنا عايز أهنيك على كل اللي عملته لغاية دلوقتي. الحقيقة عبد الناصر أثبت بما لا يدع مجالا للشك إنه هو الزعيم اللي كانت مصر والأمة العربية كلها منتظرة. اللي عمله في بندونج ده شيء رائع، بس الحقيقة أنا بتصور إن الدول صاحبة المصالح في المنطقة مش هتسكت ومش هتسيبه، لدرجة إن أنا بقترح إنكم تعملوا له حماية شخصية. الناس دي ممكن يغتالوه فعلا. تحبه يا سيد عبد العال يعني رغم؟ مفيش رغم يا سيد امين، انا بحبه من منطلق حبي لمصر. امين يا ابني، قول لي جلال ونوار وبركات، بلاش يتعبوا نفسهم مع المحامين اللي هيترفعوا عني. انا محامي قديم وفاهم القضيه دي، مفيش فيها فايده الا اذا لقوا اللي رتبوا مؤامره الورق اللي لقوه عندي ده، ودول للأسف كلهم بره مصر دلوقتي، سواء الوفديين اللي اتطوموا معايا أو الإخوان اللي قالوا إنهم بعتوا لي الورق، كلهم بره مصر. أيوه بس يا سيد عبد العال، لسه المحاكمة قدامها شوية، ودي فرصة عشان نلاقي الشخص اللي حط الورق. الشخص ده هو بداية الطريق، وأنا متأكد إن هو الواد الفلاح اللي كان مع محروس. محروس اختفى وهو معاه. أيوه صحيح، ما هو الولد ده هو اللي خد محروس لغاية الدكتور علشان يكشف عليه، وبعدين قال انه سابه هناك ومشي لما لقى فريد الجنايني موجود، واحنا صدقناه. تصورنا ان فريد خد ابوه معاه بالعافية، ودي كانت غلطة ان احنا صدقناه، لان انا متأكد ان فريد ورا كل المصايب اللي بتحصل، غياب ابوه ووجودي انا هنا. ما هو ده اللي بلاب يا امين بيه، اللي بلاب اللي بينمو حوالين شجرة الثورة،
واللي هو أخطر عليها من كل أعدائها اللي جوه واللي بره، واللي لازم الثورة تتخلص منه قبل ما يستولى على بلد كلها. أرجوك أرجوك يا سيدي الحقيني مش شاب. أرجوك يا كوكي يا حبيبي، أنا قلبي بيتقطع علشانك، لكن أنا مفيش في إيدي أي حاجة، كل حاجة في إيد فريد بيه، هو اللي في إيده يعيشك أحسن عيشة وأنا معاك، لكن أعمل إيه بقى؟ أنت اللي مش عايز. خلاص خلاص أنا هعمل كل اللي هو عايزه. هو فين؟ دوري عليه وقول له يساعد. خلاص هعمل كل اللي أنت عايزه. أوه يا كوكي عليك تعبتني، ليه ما قلتش الكلام ده امبارح بالليل وهو هنا؟ أتصرف إزاي أنا دلوقتي بقى؟ أجيبه منين؟ دوري عليه، كلميه في التليفون، روحي له في أي حتة عشان خاطر يا سليم. أنا بموت بموت يا سليم. كله تمام يا فريد بيه؟ ساعد خلاص؟ سلم. برافو عليك يا سليم، كويس أوي اللي بيحصل. خليه بقى زي ما هو كده لحد ما ارجع له بالليل. اه وانت يلا عشان تطلع على الازهر، وحاول تجيب لنا اخبار غير الاخبار اللي انت بتجيبها دي، اخبار يكون عليها القيمه. وانا هجيب اخبار بس منين ليه يا سيدي البهوات؟ ما هو مفيش غير ان هما بيدوروا عليا وعلى عم محروس يا كبدي اللي انا جبته لك العياده اياها، وعلى بنتهم دي اللي اسمها زينه. وقف صوتك وقول من هنا. اسمع خليك في رجليهم، وهما بيدوروا على البيت اللي اسمها زينه دي، احنا محتاجين نعرف اي اخبار عنها. اخبار سلوى عبد القادر ايه؟ حنان مش بتقولي كل حاجه عنها. مسكينه يا ولدها، من ساعه جواب قرايبها الفلسطينيه اللي جالها من الاردن وهي هتموت من القلق عليهم، مستنياهم يجوا مصر، وخصوصا سي انور. انا نازل يا بيه، عايز حاجه مني تاني؟ ايه هتخرج كده؟ يا لهوي نسيت، اخش البس جوه وبعدين انزل. وانت يا سليم مش عايزه تقولي لي حاجه عن المكاتب بتاعكم؟ تعالي نقعد. يعني انت يا فريد بيه مش عارف عننا كل حاجه؟ عموما احنا ما عندناش اي حاجه نخبيها، في المكابي بنرقص وبنغني وبنروح المعبد مع بعض، وساعات بيبقى في محاضرات بيقولوها لنا زمايلنا من جمعيه شباب حب الثوره. انا عارفه طبعا انت شاكك ان كان لي علاقه بموشيه لتوا. عموما انت تقدر تيجي النادي وتشوف بنفسك، ولو عاوزني اعرفك عليهم ايم رادي، راقبونا بقى. يعني غلطانة يا مدحت اللي بغير عليك؟ على العموم بكرة تعرف ملكش غير انا وبس يا حبيبي اللي مخلصالك وبقيالك، كل اللي انت عمال تعرفهم دول كل يوم والتاني هيحصلوا الأميرة بتاعتك ناس لشيء. طب يا اخوي خلاص ما تزعلش قوي كده، هتسهر فين الليلات؟ خلاص هجيفل معي. ايه نازلي، في مشكله كبير، مدحت لازم يتدخل لهالو بسرعه. في جروب سويسري جاي رحله سهر بهالو 50 واحد، يعني مكسب كبير. رئيس جروب جاي ومعاه آلة تصوير سينما فوتوغرافي كاميرا، مش يسمح له دخله في مطار. لو دي مش ادخل جروب كله مش جاي. طب وزعلان كده ليه يا سعلي عبد الله؟ هي دي يا اخويا مشكله، مات هتدخلهم كل اللي هم عاوزينه. ان شاء الله حتى اخويا يدخلوا دبابات. اه انا هكلمه حالا، هو مش شريكنا وعايز يكسب بس يا عيني عليا. انا بقى يا اخويا اللي هتظلم في وسطيكم، الا اذا كان لي نسبه كده على جنب من الجروب ده. اثرك في مية عسانك نازلي، وكادو مع كل جروب. نازلي نازلي انا،
انت هبي متهت. هبي متهت حب ايه يا سيالي عبد الله؟ وانت اخويا اسم الله بتسال على الحب ليه؟ نازلي انا احبك، احبك كتير قوي نازلي. ازيك يا بنتي؟ بلبل حبيبتي بتوحشيني قوي. لقيت شغل؟ ايوه لقيت شغل كويس قوي في مدرسه، هيدوني 20 جنيه في الشهر، يعني هقدر اصرف على نفسي واعيش كويس واجر شقه بدل بنسيون سيلفيا اللي انا عايشه فيه ده. انا فرحانه قوي يا بابا، بس حضرتك بتوحشني قوي. ولما انت لقيتي شغل يا بنتي ازاي جيتي دلوقتي؟ مش شغلك بالنهار برضه؟ ما انا كان لازم اجي عشان حضرتك بتوحشني. لا يا بلبل يا بنتي، انت بتكدبي، انت ما لقيتيش شغل ولا حاجه. الدنيا كلها مقفله في وشي يا بابا، رحت اكتر من وظيفه مش نافعه في ولا وظيفه فيهم، شارده وحزينه ومش قادره اركز، زهقت من كل حاجه، زهقت، عايزه اموت، عايزه اموت يا بابا. بعد الشر يا بنتي، بعد الشر. معلش يا بنتي انا اسف، اسف يا بلبل حبيبتي، انا السبب، انا السبب. بلبل حبيبتي تعالي يا بنتي عيشي معانا هنا، او روحي عيشي عند عمك عبد العال مع بنتك، ما انت بنتهم برضو. لا يا بابا لا، ما تقلقش، انا لسه معايا بقيه الفلوس بتاعت الصيغه والمجوهرات اللي انا بعتها، لما تخلص يبقى يحلها ربنا، ان شاء الله اشتغل خدامه، لكن هنا لا، وعند عمي عبد العال برضو لا، قالتهم عندها مشاكل كفايه. طيب وجلال يا بنتي؟ ماله جلال يا بابا؟ اوعى تكون بتفكر في الكلام اللي هو قاله لك، جلال عايز يتجوزني في السر وانا مش ممكن حوافق، لا في السر ولا في العلن. انا همشي قبل الست الهانم ما تيجي. نازلي ما بتجيش قبل نص الليل، ساعات كانت بتيجي بدري هي ومدحت، قال ايه بيعملوا حسابات الشركه، لكن انا قلت لها لا مدحت ما يجيش هنا خالص، ومن ساعتها وهي بتيجي واخي كده احسن. مضطر بقى يا بنتي، لازم استحمل. بابا نبيلة حبيبتي ما تشيليش هم على همك، كفاية عليك اللي انت فيه، واخديني معاك يا روح لمدحت، بكل اسف اترجاه يخليني ازور عبد العال. عبد العال وحشني قوي. مدام نبيلة اشتقتك. لا لا بلاش عشا يا مدام سيلفيا، اصل انا اتغديت بره وكلت اكله تقيله شويه فتعبالي معدتي. مدام نبيلة ما قال التركي بتاع دمياط بره عايز يشوف امتى، دي عريس كويس كتير كتير، راجل غني عنده فلوس كويس، دي فرصة مش لازم ضيعها. مدام نبيلة والجمال كله. يا اهلا يا ست نبيلة، يا زينة الهوالم والحريم كلهم. بقول لك نجيب عشاء ولا سائل ولا سخن ولا ايه رايك نتهوى مع بعض شويه في احسن حته تشاور عليها؟ محسوبك
بيقعد في احسن حته في البلد ولا يهمه. اصل انا بقى واخد على البنسيون ده من زمان، من ايام الفقر، اقصد يعني من قبل ورش الموبيليا واللازم منه. انا تحت امرك يا معلم. يبقى خلاص نسافر الليله على دمياط، وقبل ما نسافر اكون كاتب عليكي هنا في مصر ام الدنيا، ورامي واحده من الاربع خناشير اللي معايا الى غير راجع، والشقه وحياتك يا ست نبيله جاهزه من مجاميع في دمياط. نبيله جلال. الله، يبقى مين سي جلال ده بقى؟ ده جلال ابن عمي وزي اخويا بالظبط. تعالى يا جلال، تعالى تعالى اقعد لما اعرفك بالمعلم ترك. هتعرف بيه يا نبيله، بس تعالي انا عايزك. اتفضلي هنا. ايه المعلم تركي ده يا نبيله؟ تكونيش عايزه تتجوزيه؟ ايوه هتجوزه يا جلال، رغم انه متجوز اربعه وهيطلق واحده علشان خاطري. انا تعبت بقى يا جلال ومش عارف اعمل ايه. انا طول النهار قاعده من غير اكل علشان معيش غير اجره الاوضه كام يوم. المعلم تركي ده ممكن يجيب بابا المسكين ويعيشه معايا بدل البهدله اللي هو شايفها مع نازلي. انا ما قصرتش يا نبيله، ما قصرتش، قلت لك نتجوز، وحتى لو مش عايزه خدي فلوس. هو انت مش ليكي حقوق عليا؟ حتى لو ما كناش بنحب بعض، كفايه انك مرات اخويا، وبعدين عايزه ترمي نفسك تاني في النار يا نبيله، وتبقي السبب في اذيه واحده ما تعرفيهاش. عشان ايه؟ عشان راجل جاهل ممكن يرميكي زي ما رمى غيرك. نبيله تعالي نخرج من هنا ونتكلم، ارجوك يا نبيله. شيبيلوف رئيس تحرير جريده برافدا السوفيتيه جاي مصر عشان يقابلني يا هيكل. تفتكر جاي ليه؟ اكيد عشان صفقه السلاح اللي اتفقنا عليها مع الاتحاد السوفيتي. ايوه، ما هو ده بديهي يا هيكل. انا بسال ليه؟ يعني عايز يتكلم في ايه بالنسبه لموضوع السلاح؟ شوف يا ريس، هو ما فيش غير موضوع واحد. الروس عايزين يطمنوا ان اي تهديد من الغرب ومن امريكا تحديدا، يعني لما يعرفوا بخبر الصفقه دي، مش هيخلي مصر ترجع في كلامها وتلغي الصفقه. اصل كده هيبقى شكل روسيا وحش قوي قدام المجتمع الدولي كله. كمان يا ريس، الصفقه ديت من وجهه نظر الغرب وامريكا هي قفزه سوفيتيه على المنطقه كلها. يا ريت يحسوا بكده، يمكن ده يحركهم ويخلوا البنك الدولي يمول مشروع السد العالي. السد ده هيكل حلم كبير ولابد من تحقيقه، لانه هيبقى اساس للتنميه الشامله اللي لازم تكون حقيقه. اما بالنسبه للسلاح فانا مش هستنى لما اسرائيل تضربنا، واحنا ما عندناش سلاح او جيش قوي نحارب بيه. ايه يا سعد، مستعد تنفذ اللي قلت لك عليه؟ جاهز جاهز، وهعمل كل اللي انت عايزه. خليه يحلق دقنه ويخش ياخد حمام ويلبس هدوم من عندي. قران سعيد ان شاء الله. متشكر قوي يا مولانا. مبروك يا نبيله، ليله استنيتها عمري كله، وكانت دايما بتهرب مني ومنك، ولما لقيناها ما سلمتلناش الا وضوافر الحيره والخوف مغروزه جوه قلبنا علشان برضه ما نفرحش ببعض. لكن اوعدك يا نبيله، اوعدك اني احاول اساعدك على قد ما اقدر. Oh.
أنا ما مشيت جيله، أنا قمت وقفت على رجليه. لا مش عايزة حد يساعدني. لا بسم الله، أنا هقوم لوحدي، أنا هقوم لوحدي. من فضلك يا بابا بالراحة. أوعي حضرتك. أنا سيبك. أوعي. أيوه الحمد لله يا بابا بالراحة. ما أنا هعمل كل حاجة يا ماما من فضلك. طيب من فضلك. من فضلك. أوعي. أو أو أنا قمت لوحدي أهو. ها أو واقفة لوحدي أهو. هروح بقى لعمي عبد العال وافرحه. ها هقول له خلاص انا خفيت اهو. هقول له ان الحق اقوى من اي باطل. طبعا يا رب. طبعا يا حبيبتي. الحمد لله يا رب. يا من انت كريم يا رب. يا حبيبتي يا هدى. ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحق يا حبيبتي، واكيد الحق اقوى من كل باطل. تبكيش يا امي تبكيش، انا مشيت اهو. بعدين انت لسه صندلي. بقول لك ما تساعدنيش يا هدى. قولي لي بس الاول فين جلال؟ جلال؟ جلال فين دلوقتي؟ جلال وزيدان وأميرة راحوا فين؟ جلال في اسكندرية هيتأخر شوية. اه وأميرة راحت واحدة صاحبتها. انا هلف لوحدي. حاضر. وزيدان في الأزهر. طيب الهامي ايه يا حبيبتي؟ الهامي الهامي ابني عايز اشوفه بس يا ماما. يا ابو زيد يا دادا ياقوت. اه حد يجيب لي الهامي ابني من فوق. يا جماعه يا ابو زيد. ابو زيد ايه اللي انا شايفه ده؟ الف الف مبروك يا ست هدى. الله يبارك فيك. انا هطلع لقوت تجيب لك سيدي الهامي. لا استنى هقول لك حاجه. انا اللي هطلع لها. اوعى. انا هطلع لوحدي. انا هطلع لوحدي. الحمد لله الفرحه عمرها ما اكتملت في بيتك يا عبد العال. دايما تيجي مخلوطة بحزن، دايما نفرح وقلوبنا فيها آه بتسبق الفرحة، لكن مين عارف يمكن نرتاح ونفرح فرحة صافية في آخر عمرنا يمكن. فريد أنا ما عنديش مانع أننا نتجوز. أنا فعلا فكرت كتير ولقيت أن ما فيش أمل في خروج جدي ونصر من سجنهم إلا بجوازنا، وأنا مستعدة أضحي. بس لازم تعرف أن أنا ما بحبكش وعمري ما هحبك، وانت عارف ليه. بس قبل ما نتجوز لازم جدي ونصر يخرجوا الاول. ما انت يا عيلة بنت مبارح عايزة تتحكي على فريد الجلاني اللي يدوخ بلد بحالها. عايزانا اخرج لك جدك عبد العال ونصر حبيب القلب من السجن عشان تقوليلي بالسلامة ما عطلكش. انت بايدك تدخلهم السجن تاني لو قلتلك لا مش هتجوزك. بس انا اضمن منين انك هتوفي بوعدك معايا. انت عمرك ما لعبت قمار؟ لو ما كنتيش لعبت قمار اتعلمي. اصل الدنيا دي لعبة قمار كبيرة قوي، مغامرة يا راحت يا جت، واللي عايز يكسب كل حاجة وفجأة كده لازم يلعب قمار. مش بس يلعب قمار، لا ده لازم يلعب على كل اللي معاه حتى على عمره، عشان يا اما يعيش زي ما هو عايز يا إما يروح يموت أحسن. وأنا هو قدامك هو فريد الجنيني على سن ورمح، حياتي كانت كلها كده قمار. بس ما تخافيش يا أميرة، أوعدك إن معايا مش هتخسري. أنا كل اللي طالبه منك إنك تديني فرصة علشان أخليكي تثقي فيا بالفعل. أقله عشان يمكن أقدر أخليكي تحبيني. قلت إيه؟ موافقة. موافقة يا فريد. برافو برافو قوي يا أميرة. تحب نتجوز دلوقتي ولا بكرة؟ أنا مش عارفة إذا كنت هشوف جدي عبد العال تاني ولا لأ، وبرضو جدتي وجدي محمود وماما نبيلة وزيدان وعمي جلال أكيد كلهم هيكرهوني وهيقطعوني. عملتها مرة قبل كده علشان أنقذ ماما، وسببت لها وسببت للبيت كله مشاكل كتيرة، بس أكيد المرة دي مش هيسامحوني. عشان كده عايزة أشوفهم لآخر مرة. وعايزة تشوفي نصر أكيد طبعا، مش كده؟ أوكي أنا ما عنديش أي مانع، وهجيب لك التصريح اللي تشوفي بيه نصر وتشوفي جدك عبد العال، وبعد كده بقى هقعد مستني أوامرك يا أميرة. اطمن يا فريد مش هتستنى كتير،
انا فعلا عايزه اشوفهم كلهم مره واحده وخلاص. احنا قبلنا مبدا تزويجكم بالسلاح، والمباحثات بينا في هذا الشأن سريه حتى الان، لكن من المؤكد ان الامر هيكون معروف للجميع، وساعتها هيقوم الغرب بشن حملات ضاريه عليكم. احنا قادرين على مواجهه الحملات دي، لكن يا ترى انتوا كمان قادرين ولا هتتراجعوا؟ لو تراجعتم يبقى احنا كده زي اللي بيمد يده في الهواء لصديق قرر عدم المصافحه. احنا ما بنخطيش خطوه الا لما نكون درسناها كويس، واحنا مصممين على المضي في الصفقه دي حتى نهايتها مهما كانت النتائج. صباح الخير يا ام. صباح النور يا حبيبي. معلش مستعجل ومش هلحق افطر. ازاي الضيفه اللي عندنا؟ لسه نايمه؟ هي يا كبدي بتنام، دي لو نامت في الليله ساعتين يبقى كويس. انا مش عارفه ايه حكايتها البنت دي. يا ابني البنات مسؤوليه. الله، واحنا مش معقول هنخلي بنت زي دي ما نعرفهاش عندنا كده على طول. ماما البنت دي باين عليها بنت ناس كويسين، باين من لبسها واخلاقها. انا من ساعه ما لقيتها قاعده في جنينه الازبكيه وجبتها هنا وانا فعلا عايز ارجعها لاهلها، لكن هي مش عايزه تقول لي هي مين ولا اهلها فين ولا حتى حكايتها ايه. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. حضرة الضابط انا متشكره قوي على اللي انت عملته معايا، انت وست والدتك، بس انا لازم امشي، مش معقوله هفضل قاعده هنا طول العمر. اسمعي يا نسا، شكلك ولبسك واخلاقك بيقولوا انك بنت ناس كويسين، وانا مش عارف انت مش عايزه تتكلمي ليه. ما خروج من هنا مش هيحصل قبل ما اعرف انت مين. حضره الضابط انا قلت لحضرتك شكرا قوي على اللي انت عملته معايا، لكن مش من حق اي حد يعرف عني اي حاجه انا مش عايزه اقولها، حتى لو كان ضابط بوليس ولقاني قاعده بالليل في جنينه الازبكيه. من فضلك بقى انا عايزه امشي. يبقى اخدك اسلمك عشان يرموكي في الحجز مع المتشردين. يرضيكي كده يا خالتي؟ لا يا حبيبتي، معاوي خايف عليكي، على العموم هو مستعجل وهيتكل على الله، واحنا بقى هنفطر ونتكلم. ملوش اخر. صباح الخير يا جلال. عارف بقالي سنين طويله ما نمتش وانا حاسه بالراحه والامان. ان شاء الله على طول يا حبيبتي، باذن الله هنعوض كل اللي راح مننا. يلا الفطار جاهز، ادخلي الحمام وافطري، وانا هستاذنك عشان هخرج، عندي محكمه ما كنتش اعمل حسابها، وكمان عايز ادور على شقه افرشها كده الفرش الضروري لغايه بقى ما تفرشيها انت على ذوقك. معلش يا بلبل، انا عارف ان كان المفروض على الاقل النهارده اقضي معاكي، لكن جوازنا جه فجاه. معلش ليك عليا اخد لك شهر بحاله عسل، بس بعد ما اطمن على بابا ونصر خطيب اميره. مش عارفه يا جلال هقول ايه لماما رايفه ولا الهدى ولا الاميره. انا حاسه ان احنا اتسرعنا يا جلال، اتسرعنا قوي في جوازنا ده. يا ريتك كنت سبتني اتجوزت المعلم ترك. نبيله حبيبتي احنا اتجوزنا وخلاص، وده كان حقنا من سنين طويله، ما كانش قدامنا غير كده. واللي مش مقتنع باللي احنا عملناه هو حر، وعموما مفيش حد عارف لغايه دلوقتي. انا هبتدي اقول اللي المفروض يعرفه بس بالتدريج واقنعهم. مسكينه هدى هتتصدم وهي مش ناقصه صدمات. عارفه يا نبيله، ايوه دي الوحيده اللي انا مش عارف ازاي هقدر اواجهها، لكن برضه كان مستحيل اسيبك تواجهي ظروف محدش يقدر يواجهها لوحده. من جوريون بمجرد ما رجع رئيس وزراء ضرب مواقع الجيش المصري في غزه تاني. اسرائيل مصره تجرنا للحرب. يبقى نضربهم يا جمال، نضربهم واللي يحصل يحصل، دي تالت مره يعملوها. لا يا حكيم، احنا لو ضربناهم مش هم اللي هيردوا لوحدهم. انجلترا لسه ليها هنا قاعده عسكريه في القناه، الجلاء لسه ما تمش والسلاح لسه ما جاش. دخلوهم الصعقه تاني يضربوهم في العمق.
تمام يا فندم. هات لي السفير الامريكي فورا. فين الكتاب ده؟ اهو يا بيه يا سيدي، البهوات كلهم في مصر، المنايلين بتوع الازهر ناويين يرتبوا لسعادتك. انا بقول يعني تاخدهم كده على بعضهم شروه، في اللي يروح ما يرجعش. الذي شاء الله أن يكلله بالثورة العظيمة وبجلاء المستعمر عن أرض مصر الحرة. قصة أبطال حقيقيين نرد فيها على ادعاءات أصحاب البطولة المزيفة الذين ينسبون أنفسهم بدون حق إلى هذه الجماعة، جماعة مصر الحرة. يلا يلا دلوقتي غوري انت على الأزهر. يلا مستر هنري بايرت، قوات الاحتلال الفرنسي في مراكش استخدمت ضد الثوار أسلحة تبع الحلف الأطلنطي، والحلف هيحارب في الشرق الأوسط ولا إيه؟ دير بريزيدنت، سيادة الرئيس، كنت متخيل إن فخامتك هتسألني عن ضرب الجيش الإسرائيلي لمواقع الجيش المصري في غزة. أنا سألت عن اللي عايز أسأل عليه وعايز رد واشنطن. دير بريزيدنت، فخامة الرئيس، رد واشنطن والحكومة البريطانية اسمح لي أعرضه على لسان مستر دالاس وزير خارجية. الرد خاص بإسرائيل لأن إسرائيل هي المشكلة، وفي ثلاث اقتراحات: قرض دولي لإسرائيل عشان تعوض اللاجئين وتحل مشاكلهم، تدابير جماعية تشارك فيها أمريكا ومجلس الأمن بين الدول العربية وإسرائيل، اتفاقية نهائية لحدود دائمة بين العرب وإسرائيل والطرفين يعترفوا بها. وبالمناسبة مستر هيمتشولد، سكرتير عام للأمم المتحدة طلب من جنرال بيرنز قائد المراقبين الدوليين في غزة تدخل، وجنرال بيرنز شايف أن يكون في مباحثات بين مصر وإسرائيل، وده في إطار لجنة الهدنة. مصر مش هتوافق على المباحثات دي. مستر ناصر، محطة سي بي إس الأمريكية للتلفزيون أذاعت أن في أخبار مش مؤكدة أن مصر هتشتري سلاح من روسيا، وأنا عندي تعليمات أن أمريكا مستعدة تبيع سلاح لمصر زي ما هي عايزة، بس بشرط الانضمام لميثاق الأمن المتبادل. هنرجع تاني للحكاية القديمة. سوري مستر ناصر. عبد العال محمود، مش معقول. ياه، اهلا يا محمود، وحشتني. اهلا بيك. اهلا وحشني يا عبد العال. ازيك يا محمود، اخبارك ايه؟ تعبان يا عبد العال قوي. كنت مجنون يوم اتجوزت نازلي وما سمعتش كلامك. ما تندمش على حاجة عملتها في حياتك يا محمود. اكيد الانسان لما بيعمل حاجة بيبقى فيه داخله دافع قوي. وبعدين انت كده انسان، تعيش انسان وتموت انسان، يعني لازم هتغلط. غلطتي بدفع ثمنها من عمري وعمر نبيلة بنتي المسكينة، عايشة من ثمن صغتها في بنسيون بعيد عني، مش عايزة تعيش معايا ولا تعيش مع عيلتك. أنا تعبان يا عبد العال. مش لوحدك اللي تعبان، كلنا تعبانين، ويبدو إن احنا مش هنرتاح غير بالموت. بس أنا نفسي مموتش قبل ما اطمن على البلد دي. أنا خايف فعلا يحكموا عليا بالإعدام ويعدموني قبل ما كحل عيني بمصر اللي طول عمري بحلم بيها. يا عبد العال، انت لسه بتقول مصر؟ يا مصر خلت لنا حاجة. بلاش نقول الكلام ده،
وبلاش نعلق أخطائنا على شماعة غيرنا. أنت كان ممكن تعيش كويس جدا باللي عندك، إنما إحنا أخطائنا كتير وناقصنا حاجات كتير. يعني أنا في تصوري إن البلد دي ناقصة حاجتين مهمين جدا، التربية والتعليم، وأنا قايل ده في كتابي مصر جديدة. لو اهتمينا بالفرعين دول جنب التنمية الاقتصادية والتسليح، أكيد دول هيعوضوا غياب الديمقراطية والأحزاب اللي أنا هفضل قلقان بسبب غيابهم لغاية ما يرجعوا تاني. دول ميزان البلد يا محمود، دول. يوه، يبدو إن أنا مفيش فايدة فيا، هتفضل السياسة هي محور حياتي. أنا آسف يا محمود، أنا مش عايز أتعبك معايا، بس أنا نفسي أطمن عليك. أبلال، يا ترى لو جلال اتجوز نبيلة بنتي هتتضايق؟ جلال ونبيلة، هو حد منهم كلمك؟ جلال طلبها مني. هو ده اللي أنا كنت خايف منه. يعني إيه مش لاقين جاك فوريه؟ الأرض اتشقت وبلعته؟ فص ملح وداف في نهر النيل؟ جاك ده لازم نقلب عليه الدنيا لحد ما نلاقيه. كلكم محتاجين تدريب طويل وشاق، وانا هجيب لكم اللي ضربوكوا هنا وهتخرجوا بره تتدربوا. مستحيل الجواسيس يدخلوا البلد ونسيبهم يفلتوا من ايدينا بالبساطه دي. اتفضلوا اتفضلوا. مصري مصطفى هيسافر اسرائيل الليله؟ ايوه يا فندم، المكابي عملوا له كل حاجه وهيسفروه، ما هو اتضح انهم كانوا عايزين يعملوا كده من زمان. النادي ده لازم يتراقب 24 ساعه في ال 24 ساعه، وكل اللي فيه لازم يتراقبوا. حط لي خطه مراقبه وهاتها لي فورا. حاضر يا فندم. ايوه يا فندم، انا امين النجعاوي، تحت امرك. أنا اللي أجي يا فندم؟ حاضر، أنا جاي حالا. مبروك ليفي، أخيرا حلمك بقى حقيقة، هتسافري إسرائيل. بس لازم أعرفي إن حكومة مصر يقول إنه أي يهودي سافر من مصر لإسرائيل أو أي بلد تاني مش ممكن إرجعي مصر تاني. عارف يا مدام إيفيت، وأنا هرجع مصر تاني ليه وعشان مين؟ أمي ماتت ومبقاش ليا حد هنا تاني. ليفي، ده كتاب وصله لمسيو دكتور جوزيف بودوا، اللي هيشوف لك شغل في تل أبيب. الكتاب ده فيه ايه؟ مش فيه اي حاجة، مجرد كتاب مش فيه منه نسخ كتير في العالم، دكتور جوزيف عايزه، طلبه يعني. انت ممكن تقراه في الطيارة. مستر جورج، انا عاوز في كام سؤال كده. ليفي، مستر جورج مش فاضية، انت ممكن تسألي وانا جاوبك برا. ايه جاك؟ هو ده كله وصل؟ كله وصل مسيو جورج. مسيو مدحت هو اللي طلعته بنفسه معايا عشان خرج جروب سويسري من المطار. لكن انت وايفات لازم تشوف مكان تاني غير مكابي، دور منه سهل، لازم اسماء تاني. لازم يكون بعيد عن ايد مخابرات مصر. مخابرات مصري سوف يكون قوي، قوي كتير. مسيو ناصر اهتم كتير بتقوية جهاز مخابرات مصري. تعال يا عسكري، سيبه أنا هدخله النجاح بيه. اتفضل أنت مشي. سعد، أنت عارف هما باعتين لك ليه دلوقتي؟ أنا آسف، ما قدرتش أوفي بوعد ليك إن أمين بيه مش هيعرف إنك أنت اللي اعترفت عليه. هما بقى مصرين إنك تقول نفس اللي قلته بس قدامه شخصيا. لا لا اسمع، ما
بس انا بجد مش هزار، انت حر. بعد ما هتتم المواجهه اللي جوه دي هيخرجوك هنا تاني، هقتلك لو ما تصرفتش صح. انا بقول لك اهو، وافتكر الزنقه اللي انت هتكون فيها جوه دي مش شويه، بس اوعدك لو تصرفت صح هتخرج تلاقيني مستنيك، هستمك من هنا على شقتك الجديده يا بطل، واوعدك اني هكون تحت امرك في اي طلب تطلبه مني. انا مش فاهم حاجه يا نجاح، ايه المفاجاه اللي انت عاوزني علشان؟ ببساطه يا امين، احنا سمعنا عنك كلام خطير جدا، وللاسف الكلام ده من حد قريب منك قوي. انا طبعا مش مصدقه، واتمنى انه يكون غلط من اساسه. انا اتقال عليا كلام خطير جدا؟ انا اديت مصر عمري من زمان ولحد دلوقتي. سعد، انت ايه اللي جابك هنا يا سعد؟ كنت فين يا ابني لغايه دلوقتي؟ بابا وحشتني قوي يا بابا. غلطان، انا عارف ان انا غلطان، بس سامحني يا بابا وقول لماما كمان تسامحني. سعد يا ابني تعالى. سعد، انا صديق لبابا من زمان، وانا بعتز بالصداقه دي جدا، ومستحيل مستحيل افكر اذيه. انما انا عايزك تكرر الكلام اللي قلته هنا امبارح قدامي، وثق ان مصر بلدنا اغلى علينا حتى من اهلنا. كدب، كل اللي قلته كدب، كان لازم اقوله يا موت، لكن الموت عليا اهون من انا اقول كلمه واحده كدب على بابا. بابا ده اشرف راجل في الدنيا، بابا اعظم انسان في الدنيا. اقتلوني لو عايزين، اقتلوني اقتلوني. سعد ابني سعد، ما تقلقش يا امين ما تقلقش، احنا في اول دور والركاب هيجيبوه او هيروحوه حتى على البيت. مهم انك خرجت من الحكايه دي صار سليم، انا سعيد بكده. يا غمه وانزاحت. غمه وانزاحت؟ انا ما فهمتش حاجه لحد دلوقتي، ولازم افهم كل حاجه. بحذرك يا نجاح حفظ، بحذرك من اي محاوله لتشويهي، وانت عارفني كويس دغري، والدغري ما بيخافش غير من ربنا وبس، وانا مش هسكت حتى لو وصلت الامر للرئيس عبد الناصر شخصيا. امين، الرئيس عبد الناصر عارف ان احنا ناس شرفاء زيك بالظبط، وبنأذيش حد، وكل اللي بنعمله ان احنا بنحمي الوطن من اعداء الوطن. وتقدر تشوف المساجين عندنا بيتعاملوا ازاي، بياكلوا ايه. الله، ما انت بتروح لعبد العال زيدان مصحة المازة وبتشوفه عايش ازاي. قصدك ايه يا نجاح؟ لعلمك بقى انا حزور عبد العال لاني عارفه كويس، ومش هتحرك من هنا الا لما اعرف كل حاجة. الملفات دي تدرسوها كويس، اتصلوا بالبيت عندنا قولوا لهم ان انا سافرت اسكندرية. انا مستعجل ولازم اسافر على طول. لا يا جلال بي، مفيش سفر النهاردة. هدى، أميرة مالك، أنت مش طبيعية بالمرة. هو في إيه؟ جدك عبد العال أو جدك محمود جرى لهم حاجة؟ لا أبدا، الاتنين كويسين. أمال في إيه؟ أنت عايزة تحرري مرتبطي اللي بيني وبينك؟ ده حقك طبعا يا أميرة، أنا معرفش هيحكموا عليا بيه لسه. ويا عالم، أميرة أنت في حل من الارتباط ده. حرام عليك يا نصر، حرام عليك، انت هتخرج، انا واثقه انك هتخرج. انا بس كنت جايه اشوفك وماشي على طول. الزياره انتهت. اشوف وشك بخير يا نصر، وخلي بالك من نفسك، ولما تخرج من هنا بلاش ترجع هنا تاني، بلاش يا نصر. لا، ده ولد موظف تقريبا في وزارة الأوقاف، اسمه سعيد، سعيد هاشم. العنوان عندك، الكتاب خطير، عايز يقول إن الوطنية كانت قبل يوليو 52. الكتاب في السوق ولازم يتصدر طبعا.
مع السلامة. خلاص يا فريد بيه، أنا جاهزة. الحضن حضنك يا حرة، والعشق زادك.